أسرار الملك، طلبة والرحيل المفاجئ. مجدي طلبة جه للنادي الأهلي، عمل تجربة رائعة جدا، حكى هو قصة انتقاله وانضمامه، ثم سافرت انت بيه وجبت عقده أو الاستغناء بتاعه فجأة وسرعة، ولعب أعتقد ماتش المحلة أولى مبارياته، وقدم فترة رائعة جدا مع الأهلي، وإذ فجأة رحل طلبة. إيه؟ أولاً لو قلت إيه أسرع صفقة للنادي الأهلي هيبقى مجدي طلبة وفلافيو. مجدي طلبة وفلافيو. بس مجدي طلبة رقم قياسي في السرعة. ليه؟ أنا يعني اتكلمنا يوم الثلاث، يوم السبت سافرنا، أو يوم السبت سافرنا، يوم الحد سافرنا الاثنين، رجعنا الاثنين لعب الأربع. يعني يمكن الوردية بتاعت المطار ما كانتش اتغيرت. سبحان الله. طيب فودي قصة، يعني بعد ما نسمع مجد طلبة في رحيله أبقى أقول لك المشوار كله مش إزاي بتاعه. نشوف مجد طلبة في أون تايم سبورتس عن علاقته بالأهلي. أنا مضيت على بياض. على بياض. فلما حبوا يجاملوني يعني، ودوني 80,000 جنيه في 3 سنين. 80,000 جنيه. يعني. وده كان رقم إيه بالنسبة لوقته؟ كبير ولا صغير؟ لا ولا حاجة خالص. ولا حاجة خالص. ولا حاجة خالص. هو المفروض 100، هو 100,000، 80 يعني 100,000 بس مقسوم منهم الضرايب. ماشي. فبيبقى 80,000. فالمهم يعني. هي القصه في ايه؟ القصه ان احنا لما انا عملت العقد مع النادي الاهلي مضيته بسنتين، فجالي عدلي قال لي بعد ما عملنا المؤتمر بتاع، قال لي بص احنا وقعنا في مطب حلو. قلت له ايه؟ قال لي احنا مضينا بسنتين. قلت له طب ما احنا متفقين على سنتين. قال لي لا، ما هو السنتين لما يخلصوا في يناير. يعني هيبقى لسه فاضل السيزون، بقيه السيزون بحاله. قلت له انت عايز ايه؟ قال لي عايزين نعملهم سنتين ونص عشان يبقوا ثلاث مواسم يعني. ايوه. قلت له انت شايف يعني كده؟ قال لي اللي يعمل دي يعمل دي. قلت له انت عايز مني ايه؟ قال لي هنمضي بس مكان السنتين، السنتين هيبقوا سنتين ونص وخلاص. انت وانا اوقع يعني، صالح يوقع وانت توقع. قلت له انت اتفضل اهو، ما انت هتتمهم فين هنا؟ دان 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 فمضيت وخلاص. شوف اللي حكاه ده مظبوط. وهو ما اتكلمش خالص. وهو لما جه النادي الاهلي ما كلوش اي طلبات. ولما جه النادي الاهلي، طب انا اقول لك حاجه. احنا لما سافرنا بلغاريا ركبنا الطيارة، أنا رحت المطار الساعة 6، ركبنا الطيارة الساعة 8، وصلنا الساعة 10:30، الساعة 11 كنت مع رئيس النادي، وهو كان حارس مرمى نادي باوك اللي كان بيلعب فيه مجدي. وكان رجل عسكري شاب طويل كده وجسمه رياضي وحاجة يعني شاسية. فأنا قاعد معاه، أنا طبعا واخد معايا كل الأوراق اللي هنحتاج لها، العقد والوصولات والاستغناء وطلب الشهاده الدوليه ومختوم وكل حاجه واخدها معايا. فانا حطيت الشنطه قدامي، ابتدى مجدي يتكلم، ففوجئ واحنا بنتكلم قال له مستر عدلي الاول في مستر عدلي من النادي الاهلي. فاول حاجه قال له اهلي نوت زمالك. هو مكلمه قبلها 48 ساعه بيقول له انا رايح الزمالك. فقال له لا، دول في الاهلي كانوا اكثر حركه وجديه، والراجل الموجود معايا اهو. فقعدنا نتكلم، انا بقى كنت واخد معايا ايه؟ هو قال لي ان احنا اتفقنا على 50,000 دولار. فقلت له ادوني في النادي الاهلي عشرات يعني 50,000 دولار بس كل باكو 10,000. فلما اتكلمنا فاحنا قعدنا ساعه من 10:30 ل 11:30 نتكلم، وبعدين قلت له ما عايز اخلص. فقال لي اوكي. رحت فاتح الشنطة مطلع 40,000 دولار، 10 10 10 10. فقال لي ايه دول؟ قلت له 40,000 دولار فباص المجدي، احنا مش اتفقنا على 50؟ قلت له طب يعني هي ال 10,000 دولار اللي هيبوظوا العملية؟ قال لي هما كانوا 100,000، انا كنت طالب 100 عشان خاطر مجدي. نزلته. فقلت له خلاص، وعشان خاطر مجدي وعشان خاطر ان انا جيت لحد هنا هتوافق على 40. فالراجل بسلاسة شديدة
طب نكتب العقد، رحت مطلع له العقد مختوم من النادي الاهلي وجاهز، ناقص على توقيعه هو بالعربي والانجليزي، تك ارى راح ماضي. الايصال قلت له ادي الايصال، بس جيب لي ايصال من عندك. قال لي علي ما اجهزه انا هعمل لك خدمه بقى، انا هروحك بالشهاده الدوليه. حلو، روح انت ومجدي دلوقتي هاتوا. احنا كنا نزلنا شنطنا في اللوكاندا بس ما طلعناهاش الاوض. اعمل تشيك اوت في اللوكاندا وارجع لي. فرحت عامل تشيك اوت، رجعنا له بقى تشيك ان مع تشيك اوت. ما كانتش الشنط فوق. دفعنا الحساب ورحت راجع عليه، لقيته واقف بالعربيه تحت المكتب بتاعه، وهو اللي سايق، هو اللي هيسوق يعني كمان. فقلت له، قال لي بص عندنا دلوقتي طياره بتطلع الساعه 2:30، هنشوفها يعني عايزين نلحقها. انا كنت حاجز بقى ان انا احنا يوم الاثنين كنت حاجز ارجع يوم الاربعاء، انا اللي قلت له عايز ارجع النهارده لو ممكن الحق. ضرب في دماغي الحق ماتش المحله. راح حاطط السرينه بتاعت الشرطه على الطياره وراح لافف ماشي عكس الاتجاه على العربيه، الشارع وان واي. هو خده بالعكس وامرجنسي بقى. نزلنا راح شايل شنطتي وشنطه مجدي في ايده وبيجري بيهرول ويبصوا له يعمل لهم كده، ورمى لهم الباسبورات تحصلهم عايزين نشوف الطياره. رجع قال اخ الطياره مش هنلحقها. طب نعمل ايه؟ قال الحل سيبك بقى من الطياره دي، نشتري تذاكر جديده ننزل اليونان ترانزيت 6 ساعات نرجع مصر، او 4 ساعات نرجع مصر. فقلت له اوكي، حسبتها لقيت ان انا لو عملت كده هوفر 3000 جنيه. ان انا ارجع هوفر 500 دولار في كل تذكره، كان وقتها تتحسب كده يعني 3000 جنيه. انا ومجدي 1000 دولار. فقلت له اعمل كده، هرجع التذاكر اللي جبتها وهنشتري تذاكر جديده. طلعنا الطياره، والله عطل الطياره وطلع بينا لحد ما قعدنا، والناس تبص مين اللي الطياره اتعطلت لهم دي. هو لو كانش رئيس البوليس يعني وقتها وعنده ما مش رئيس البوليس عنده منصب كويس، هو كان النادي ده نادي البوليس ولانسكي ده ولا هو نادي الشرطه هناك، فهو عنده نفوذ. فركبنا ورجعنا، وبعدين بكلم الله يرحمه كابتن ثابت البطل، فبيقول لي ايه خلصت؟ قلت له الحمد لله. قال لي ينصر دينا، قلت له عايزه يلعب معاك؟ قال لي يلعب معاك يا عم عادي اذا كنت انت جاي من الاربع. قلت له عمال بكلمك من مصر. قال لي ايه ده ومعاك مجدي؟ قلت له طبعا. والشهاده الدوليه؟ قلت له معايا. الراجل كتب الشهاده الدوليه واداها لي، المفروض يبعتها بالفاكس. ادي المجد الفانيلا وينزل. راح الاتحاد كتب الشهاده الدوليه، خدت مجدي. بقول لك حاجه، كانت اللي سهل الدنيا مين؟ رغبه الكابتن مجدي انه يجي النادي الاهلي، وانه ضغط وقال له انا عايز 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 نخلص كل حاجه. ولعبنا طبعا لعب والباقي معروف. الكابتن مجدي لعب 3 سنين ولا اروع مع سنتين ونص ولا اروع مع النادي الاهلي. الرحيل المفاجئ، الرحيل المفاجئ ان احنا فكرنا بطريقه، هو فكر بطريقه ما كلمنيش فيها، ما كانش فيه مشكله. تخيل المشكله في كان عدم هو كان المعسكر بقى هيسافروا في المانيا نعمل معسكر، هو كان عايز يتكلم في التجديد قبل ما يطلع المعسكر. لو كان رفع سماعه التليفون وكلمني كنت حليت له المشكله كلها. لكن هو اتضايق ان احنا ما اتكلمناش معاه، ما تفاوضناش. هو بقى محترف قوي قوي، واحنا خدناه قضيه مسلم بها. سوء فهم بسيط استغرق ساعه. كان الكابتن ثابت بلغ الكابتن صالح ان الكابتن مجدي طلب الباسبور بتاعه عشان ما يسافرش. الطياره طلعت من هنا، كابتن انا كلمت الكابتن مجدي كنت حليت الموضوع. كابتن مجدي ما فيش خلاف، تعالى نتفق. قال لي يا كابتن عادل مش حد يكلمني. قلت له اديني بكلمك اهو. كانت الطياره طلعت، فبكلم الكابتن صالح ان كابتن مجدي عايز يسافر مع الفرقه. قال لي الفرقه سافرت؟ قلت له اه. اللي ما ينفعش. قلت له ما يحصلهم بكره يا كابتن. قال لي يبقى شكلنا ايه قدام اللعيبه الثانيه ان هو يروح لهم متاخر عن المعسكر. كابتن صالح كان بيحب الكابتن مجدي جدا. محترم مجدي. وكابتن مجدي ما كانش عايز يمشي. صحيح. انما هو
كان في الوقت ده الاسماعيلي بيكلمه وكان عايز يقعد يستفيد. وحتى لما راح الاسماعيلي لو تتذكر مباراه للاسماعيلي مع الزمالك قال عن وكان لابس فانيله حمراء تحتيه، فهي كانت تجربه الكابتن انه لابس الفانيله الحمراء تحتيه كان حد اعتقد موجوده يعني، هو كان شايف فاهم غير اهي اهو لما تنرفز وطلع والجمهور تجاوز معاه جمهور الزمالك، ومجدي اصلا يعني ناشئ الزمالك ولعب في الزمالك لغايه لما احترف في اليونان. ده الكابتن الشناوي، ده الشناوي عايزين حد يحللها له دلوقتي بقى. لو كان فيه الفار يا كابتن شناوي. شوف الشرطه كانت تجري فالموضوع يكبر. اهو اهو بص ما علينا، ادي مجدي بالفانيلا الحمراء يعني دي قصه حتى لما راح الاسماعيلي قصه الكابتن مجدي، وهو صادق في كل اللي قاله، لا كنا نتمنى انه يمشي ولا هو كان عايز يمشي قوي يعني، هو كان في عرض من الاسماعيلي بس كان هو نفسه يقعد نتكلم ونناقش العرض ده والعرض ده ويتراضى صح مش كتير، ما كانش هيبالغ ما كانش هيقول لنا لا، هي مساله ساعتين زمن فرقت. وده كان سر من اسرار الملك لواحد من اللعيبه اللي اخلصت للاهلي ولا زال ارتباطها بالأهلي محل احترام وتقدير.